جميع في صدد الخوض في هذا البحث، ولا بد نعرفوا حيثيات هذه الوفاة وما ترتب عليه من شنو الأسباب اللي جعلت المكان هذا في الاكتظاظ خارج الملعب. طبعا الهم ديال مجلس مدينة الدار البيضاء منذ توليه هذا المجلس اجتماعات ماراثونية على مركب محمد الخامس، وعلى كيفية تدبير هذا المركب الذي هو بمقاطعة المعارف. هناك طبعا مباراة عديدة اللي ولات كتقام في الأسبوع، وكتنتج عليها واحد المجموعة ديال التدابير الوقائية والأمنية والعديد من اللجان اللي كتسهر على هذه الترتيبات أسبوعيا. فطبعا لابد أننا نشيدوا بالعمل ديال القوات الأمنية، العمالة ديال أوفا، الولاية وكل المتدخلين، وكذا شركة التنمية المحلية التي جمعت الدار البيضاء أتت لتدبير هذا المركب. طبعا نتأسف للحدث، مركب محمد الخامس اليوم لازم أننا ماشي غير اليوم، أنا كنقول لكم يعني واحد المجموعة ديال الاجتماعات الماراثونية أيضا اللي تقامت على صعيد الوزارة، ولسنا سرير غادي يعطينا توضيحات أيضا لأن حضر الاجتماعات ديال الوزارة. شخصيا التقيت مع رئيس الجامعة باش يمكننا نتكلموا على مركب محمد الخامس. اليوم هناك مستجدات ان شاء الله اللي غادي ضروري تكون، لان احنا بصدد كنوجدوا لاكان 2025، كنوجدوا ان شاء الله الترشيح ديال المغرب في كأس العالم، فهذه التدابير كلها لازم تتخذ بعين الاعتبار من اجل ايجاد حلول سريعه من أجل مواكبة الجماهير البيضاوية. الجماهير البيضاوية على غير الباقي الجماهير يعني حضورها قوي، 45,000 مقعد أصبحت غير كافية. طبعا كان الكلام والحديث كثير على منطقة 6، لازم أننا نشير لها على أن شخصيا مشيت زرت المركب مع السيد عامل العمالة في أنفا. المنطقة 6 هي منطقة اللي كيتواجد تحتها المسبح الأولمبي ديال مركب محمد الخامس، وبالتالي هذاك طبعا لي بريزومي هذيك البلاصة ديال المنطقة 6 والمنطقة 7 أيضا اللي فيها القاعة المغطاة. هادو جوج ديال المناطق اللي لما تم ترميم مركب محمد الخامس تم الترميم الفوقي، وبقى هذاك الترميم الداخلي اللي نورمالمون ما كاش، لان لو غيست ديال التيران كله بيتوني، يعني كاين الحجر كاين البيتون، وهذوك جوج ديال المناطق بالخصوص فيهم انفيد لان تحتهم لابيتين وتحتهم القاعه المغطاه. طبعا بعد ما زرت السيد رئيس الجامعه كان لقاء بالمديره ديال الوكاله المغربيه لاي بي باش يمكن لينا نشوفوا يعني نديروا واحد الاكسبرتيز على هذيك المنطقه 6 و 7. اليوم الاشغال ماشي الاشغال يعني لو دياغنوستيك التشخيص الفعلي والحقيقي ديال هذه المنطقات بجوج هو في صدد. طبعا راه اليوم محطوطين هذوك الركائز اللي كيعطيونا القوه ديال لي فيبراسيون، عطاونا جوج الاسابيع مازال غنسيلو باش يعطيونا المخرجات الاخيره للتشخيص شنو خاص بالضبط مركب محمد الخامس. بعد هاد طبعا هاد التشخيص غادي ان شاء الله يتباشروا الاشغال في هاد المنطقه بالخصوص باش يعني يكون عندنا كامل يعني ضمانات باش يعني المقابلات ان شاء الله يمشيو في احسن ما يمكن. طبعا بعد الحادث
تم القيام بلجنة التتبع اللي شخصياً أنوّل بها لأن العديد منكم حضر لها البارح. طبعاً كانوا ممثلي ديال الأكاديمية ديال الرياضة، كان ممثلي الولاية، وكان ممثلي العمالة أيضاً أعضاء اللجنة.